المناسبة هي بمناسبة يوم تأسيس المملكة اللي هي 1727 ميلادي، وأشكر الأشقاء الجزائريين على مشاركتهم لنا في هذه المناسبة، وأؤكد أيضا على عمق العلاقات السعودية الجزائرية، وهي علاقات تاريخية ومتجذرة، وهناك حرص من قيادتي البلدين على تطويرها في كافة المجالات. أي مواطن جزائري تأشيرة سياحية لمدة سنة لعدة سفرات والإقامة 3 شهور في المملكة يستطيع أن يزور المملكة كلها وأيضا يؤدي مناسك العمرة. وأيضا في هناك نوع آخر أعلننا أنه قبل عدة أيام تأشيرة مرور مع الزيارة لمدة 4 أيام، وهي في حال مواطن جزائري يرغب زيارة دولة يستطيع أن يمر على المملكة لمدة 4 أيام ثم يتوجه إلى الدولة التي يرغب زيارتها. هناك عندنا في شيء اسمه زيارة شخصية، يعني مواطن جزائري يرغب يزور صديق له في المملكة سواء جزائري أو سعودي، أيضا تأشيرة شخصية لمدة سنة ولعدة سفرات والإقامة في المملكة 3 شهور.